ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو المهندس أحمد الشرقي، الوكيل المساعد للسياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. مهندس أحمد، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. الله يسلمك. طبعاً تفضل. أطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات التي ذكرتم في وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، وأيضا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات. هذه الخدمة والتي تتيح إلى أصحاب الأعمال التجارية إصدار وتجديد الإقامات للعاملين، وأيضا رخص العمل، وأيضا دفع المقابل المالي المرتبط بهذه العمالة الوافدة. طبعا هذه الخدمة اليوم ستتيح للمنشآت دفع قيمة هذا المقابل وتجزئتها بشكل ربعي، وأتاحت الوزارة عبر هذه الخدمة التي تم تقديمها إمكانية الدفع خلال 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو خلال السنة كاملة. جميل. كلمنا عن هذه الخدمة الجديدة بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بصورة ربع سنوية، أي كل 3 أشهر يستطيع تجديدها أو غيرها. ما الهدف من هذه الخدمة؟ طبعا هذه الخدمة تهدف في الأساس إلى أمرين أساسية. الأمر الأول هو إعطاء مرونة أكبر في إدارة العلاقة التعاقدية ما بين صاحب العمل أو المنشأة والعامل لديها، العامل الوافد تحديدا. وأيضا تهدف الخدمة بشكل ثانوي إلى تحسين إدارة التدفقات النقدية لدى المنشآت في القطاع الخاص، وإتاحة مرونة أكبر لها إنها تمنهج وتجدول أعمالها وأيضا الدفعات المالية الخاصة بها. كيف ممكن هذه الخدمة أن تيسر على القطاع الخاص، وأيضا ما هي القطاعات المستهدفة من هذه الخدمة؟ طبعا مثل ما ذكرنا الخدمة تهدف إلى إعطاء مرونة أكبر لمنشآت القطاع الخاص. المستهدف أو المستهدفين من هذه الخدمة هم أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والعمالة الوافدة التي تعمل في هذه المنشآت، مثل أيضا ما ذكرتم قبل قليل يستثنى منها العمالة المنزلية ومن في حكمها. طبعا ما المقصود بما حكمها؟ يعني غير طبعا هناك العمالة الزراعية وأعمال الرعي وما إلى ذلك، فقد تصنف في هذه الزاوية ولها معاملة خاصة في أنظمة الوزارة وسياساتها. جميل. نتكلم أيضا عن خدمات الإعفاء المقابل المالي. نعم صحيح. طبعا يعني حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمام كبير بالقطاع الخاص، ومن ضمن مظاهر هذا الاهتمام هو قرار مجلس الوزراء رقم 515، وكان أيضا في قرار سابق له، لكن هذا القرار أتاح خدمة أو أتاح ميزة الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت الصغيرة والتي يبلغ عدد العاملين فيها 9 وأقل، بشرط أنه يكون مالك المنشأة متفرغا للعمل فيها ومسجلا في التأمينات الاجتماعية وموظف ل عامل سعودي آخر. فبالتالي هذه تمنح صلاحية الإعفاء عن 4 وافدين أو المقابل المالي عن 4 عمالة وافدة في هذه المنشآت. فهذه الخدمة طبعا أيضا تتيح مرونة أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنها تتعامل مع احتياجات الأعمال المتصاعدة والمتغيرة. جميل. يعني أيضا البعض يسأل عن السياسات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سياساتها الخاصة بالعمالة، ما هو مستقبل هذه السياسات؟ طبعا الوزارة في العادة يعني تستهدف إلى الحفاظ على مكونات سوق العمل وتطويرها. مكونات سوق العمل تتألف من أصحاب الأعمال والعاملين السعوديين المواطنين وأيضا العمالة الوافدة. فنحن نستهدف في سياسات، في منظومة من السياسات، سواء سياسات التوطين التي نسمع عنها، هناك سياسات توطين غطائية مثل برنامج نطاقات المطور والذي سيدخل حيز النفاذ بعد فترة قريبة بإذن الله بعد الأسبوع الأول من شهر أو الأول من شهر ديسمبر القادم. هناك أيضا مبادرة توطين المهن وتهدف إلى إتاحة فرص عمل وخلق فرص عمل إضافية جاذبة لأبناء وبنات الوطن، بالإضافة إلى طبعا المبادرات التي خدمت العاملين الوافدين مثل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وحرية التنقل والخروج بالنسبة للعمال الوافدة. فأمانة الوزارة تحاول جاهدة أن يكون هناك في توازن بين مكونات سوق العمل.
ماذا نحتاج حتى، هل الآن السوق تعتبره متوازن أم يحتاج أيضا لازال إلى الوقت وإلى بعض القرارات؟ طبعا دائما السوق العمل مرتبط بالتغيرات في الاقتصاد ومرتبط بأي تغير تشهد يعني الاقتصاديات بشكل عام. مملكتنا طبعا تشهد نهضة تنموية ثقافية، فهناك دائما متغيرات ودائما نسعى إلى أنه نواكب هذه المتغيرات ونؤهل الأعمال الوطنية بأفضل ما نستطيع.